وصلنا الآن مشاهدينا إلى فقرة ضيف اليوم، ونناقش في هذه الفقرة تطور العلاقات المغربية المالية تزامنا مع الزيارة الهامة التي يقوم بها الوزير الأول المالي سوميلو بوباي مايغا، وتشمل ميادين التعاون المشتركة تشمل الجوانب الاقتصادية والأمنية والروحية. رحب بضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بكم أستاذي. أهلا وسهلا. هناك علاقات تعاون بين المغرب ومالي تحكمها الثقة المتبادلة، الحوار الدائم والتبادل المستمر للزيارات، لعل آخرها زيارة الوزير الأول المالي والوفد المرافق لها. هناك دعم كبير للمغرب لهذا البلد الذي يقع في منطقة الساحل والصحراء المضطربة. فعلا هي زيارة تأتي لتؤكد العلاقات القوية والعلاقات التاريخية التي تربط ما بين المغرب ومالي، أكيد بأن هذا البلد اجتاز مرحلة عصيبة، وأكيد كذلك بأنه يعني يجد نفسه مرة أخرى داخل منطقة الساحل في عين العاصفة، وهناك العديد من التهديدات التي يواجه هذا البلد، والمغرب كان دائما حاضرا بقوة إلى جانب مالي في سبيل أمنها واستقرارها وتنميتها. هناك علاقات قوية للمغرب مع هذا البلد، والمغرب لعب دورا كبيرا في ما يرتبط أولا باستعادة هذا البلد لسيادته على مجموع ترابه. نحن نعلم بأن في رئاسة المغرب لمجلس الأمن كانت هناك يعني المصادقة على قرار مجلس الأمن 2085 الذي سمح بالعملية العسكرية التي أنهت تواجد الميليشيات والمتطرفة، وكذلك يعني الميليشيات التي عمدت على الاستحواذ على جزء كبير من التراب المالي. ثم هناك كذلك ما قدمه المغرب لهذا البلد، نعلم جميعا الزيارة الملكية في سنة 2014 ويعني ما قدمته كذلك في الجانب التعاون، نحن حيث أن هناك 90 من اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها، والمغرب في جميع يعني ما يقدمه من أعمال وما يقدمه سواء في الجانب الأمني أو الجانب الروحي أو كذلك الجانب الاقتصادي أو في جانب مرتبط بالوساطة، بناء على الثقة التي يحظى بها المغرب، وبناء كذلك على أن المغرب لم يكن أبدا جزء من مشاكل مالي، بل كان دائما جزءا من الحل. يعني أوجه التعاون المشتركة بين البلدين نركز على يعني الجانب الأمني، والمعروف أن دولة مالي كغيرها من دول منطقة الساحل والصحراء يعني تواجه مخاطر التنظيمات الإرهابية. حدثنا عن الدور الذي يلعبه المغرب في دعم استقرار مالي والمنطقة بشكل عام، انطلاقا من أن المغرب يعني يعتبر نفسه معنيا بما يحصل في هذه المنطقة خصوصا على مستوى التحديات الأمنية والإرهابية. فعلا هذه المنطقة ومنطقة الساحل والصحراء بشكل عام هي عمق استراتيجي للمغرب، ثم يعني هي منطقة جارة للمغرب، وكل ما تعرفه من تهديدات وتحولات جيوسياسية لها تداعيات على المحيط، فبالتالي المغرب تماما والمغرب يلعب ولعب دورا كبيرا في الجانب المرتبط ب أولا بناء الأمن والاستقرار بهذه المنطقة. نحن نعلم أن إعلان الرباط كان له يعني دور كبير في الجانب المرتبط بتدريب قوات مشتركة لحماية الحدود، وكان هناك كذلك يعني عمل ولا زال قائم عمل كبير لمواجهة التهديدات العابرة للحدود والعابرة كذلك للدول، حيث أن هذه التهديدات سواء مرتبطة منها بالجريمة الدولية العابرة للحدود أو كذلك بالتنظيمات الإرهابية، ونلاحظ
نلاحظ بأنه في هذه الفترة بالذات هناك عودة للعديد من المقاتلين الإرهابيين الأجانب لهذه المنطقة، وهناك عودة كذلك للتهديدات الأمنية بقوة داخل هذه المنطقة، ولعل خير دليل هو العمليات الإرهابية التي عرفتها مالي وعرفها مع العديد من أو بعض دول هذه المنطقة آخرها بوركينا فاسو. نعم، مسألة أخرى أعتبرها جد مهمة، تنامي الأجندات الدولية في المنطقة. هناك اهتمام دولي بهذه المنطقة الحرجة أمنيا، وريكس تيلرسون يعني خير دليل على ذلك، وزير الخارجية الأمريكي في أول يعني خروج له إلى القارة الإفريقية ذهب إلى إثيوبيا، ذهب إلى تشاد، سيذهب أيضا إلى النيجر. هناك اهتمام دولي كبير بهذه المنطقة أيضا. أكيد بأن هناك أجندات دولية متضاربة، وأكيد بأن هناك اهتمام كبير للعديد من القوى العظمى أو الناشئة على هذه المنطقة وعلى القارة الإفريقية بشكل عام. نحن نعلم بأن يعني المستقبل يبنى بإفريقيا، وأن إفريقيا تمنح العديد من الفرص. بالنسبة للزيارة الحالية لوزير الخارجية الأمريكي والتي انطلقت من إثيوبيا وتعبر عبر جيبوتي فتشاد إلى نيجيريا، نلاحظ بأنها تأتي في ظرفية زمنية محددة. هي ظرفية أولا تنامت فيها التهديدات الأمنية والعمليات الإرهابية بهذه المنطقة، وكذلك هي مرحلة تعرف تنامي الإشكالية المرتبطة بالهجرة. ولعل في تصريحات وزير الخارجية الأمريكي إشارات واضحة إلى الرسائل التي يوجهها للدول الإفريقية كي يجعلها إلى بين قوسين، كما يريد في يقظة في تعاملها مع الصين. فبالتالي نلاحظ بأن هناك دفع بأجندة أمريكية على حساب يعني الوجود الصيني بإفريقيا، فبالتالي هناك تدافع كبير لمختلف القوى، وهناك رغبة لهذه القوى في أن تكون حاضرة في القارة الإفريقية. بقي فقط أن نشير إلى أنه للأسف الشديد هذا يعني التدافع وهذه الأجندات يعني المتضاربة للقوى الخارجية عن القارة الإفريقية تكون بدورها مصدرا للاستقرار ومصدرا لإشعال فتيل نزاعات. فبالتالي أكيد بأن دول المنطقة عليها أن تبني استراتيجية إقليمية وأن تحظى بدعم من القوى الخارجية، ولا أن تكون هناك استراتيجيات خارجية على حساب مصالح دول المنطقة. زيارة لرأس التحالفات الأمريكية في المنطقة على المستوى السياسي والأمني، ولمزاحمة المارد الصيني على المستوى الاقتصادي، وهذا ما عبر عنه بشكل صريح. صحيح. مسألة أخرى، هناك تعاون كبير بين المغرب ومالي على المستوى الديني وعلى المستوى الروحي. يعني المئات من الأئمة الماليين معروف بأنهم يتكونون هنا في المغرب خصوصا في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات. حدثنا عن أهمية هذا التعاون في مكافحة خطاب التطرف وأيضا نشر قيم الإسلام والاعتدال. أكيد أن للمغرب تجربة متميزة في مجال مكافحة التطرف والتطرف العنيف، وأكيد أن للمغرب يعني مقاربة متميزة كذلك، وهي التي تقوم على التعاون وعلى تقاسم تجاربه مع مجموع الدول التي ترغب في ذلك، علما منه بأننا نواجه تهديدا جماعيا شموليا، وينبغي أن يكون هناك رد شمولي. ففي الجانب الذي يعتبر أساسيا داخل الاستراتيجية والمقاربة المغربية التي تقوم على يعني البعد الأمني والبعد يعني الاقتصادي والتنموي وكذلك البعد الروحي، لأننا نواجه فكرا متطرفا، وبالتالي هذا البعد أولا هناك المكانة التي يحظى بها جلالة الملك أمير المؤمنين في قلوب المسلمين
بمالي وبمجموع المنطقة، ولعل يعني في الدور التاريخي الذي لعبه المغرب في إيصال الدين الإسلامي وكذلك يعني بتعاليمه السمحة والمذهب المالكي لهذه الدول استمرار لهذا التاريخ. فبالتالي في هذه المرحلة التي هناك استعمال للدين من طرف بعض المجموعات المتطرفة وكذلك محاولات للتشويش على الأمن الروحي لمواطني هذه المنطقة، المغرب يقدم هذه التجربة والتي تقوم على هيكلة الحق الديني بالأساس في ما يرتبط بتكوين الأئمة ومالي من الدول التي استفادت وستستفيد كذلك من هذه التجربة، سواء في ما يرتبط بتكوين عدد كبير من الأئمة الماليين بلغ 500 منهم واستمرار هذه العملية بالشكل الذي يضمن الأمن الروحي داخل هذا البلد الشقيق. هناك أيضا أهمية لعلاقات المغرب ومالي في جانبها الاقتصادي، هناك برنامج عمل يتعلق بمجالات الاتصالات، بمجالات أبناك الفلاحة وغيرها، ودائما في ظل أجواء الاستقرار هذه التي تحدثنا عنها يزدهر الاقتصاد أيضا. أكيد لا يمكن أن يكون هناك يعني استقرار بدون تنمية، ولا يمكن أن تكون هناك تنمية بدون استقرار، والمغرب يلعب دورا كبيرا في هذا المجال. لعل يعني المغرب هو من أكثر البلدان حضورا داخل النسيج الاقتصادي المالي، وما قدمه المغرب خلال السنوات القليلة الماضية بالنسبة لهذا البلد لمساعدته للخروج من الوضع الذي يعيشه في الجانب الاقتصادي هو كبير جدا في مجالات متعددة، ولعل يعني هذه المجالات تساعد على بناء المصالحة الوطنية التي هي هذا البلد في حاجة إليها، والمغرب له يعني دور كبير في هذا المجال كذلك. أشكرك جزيلا الشكر دكتور محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، كنت ضيفنا اليوم، وشكر أيضا موصول لمشاهدين على حسن المتابعة، نلقاكم بخير بحول الله.